برحب بحضراتكم من داخل الهيئة العربية للتصنيع. لما أتكلم عن الهيئة العربية للتصنيع، هي أحد القلاع الكبرى داخل مصر لتصنيع العسكري. طيب، أنشأت إمتى؟ أنشأت عام 1975، يعني تاريخ بيتكلم عن نفسه. ومش التاريخ بس، لا، وكمان المعروضات النهاردة هتتكلم عن نفسها. لكن اسمحوا لي ارحب بضيفنا النهارده وانا داخل جناح الهيئه العربيه للتصنيع، احمد محمد عبد العزيز. برحب بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. طيب، خلينا اكلمك بقى في البدايه يا فندم عن الجناح بصفه عامه، اهم المعروضات الموجوده، خاصه ان انا عارف ان في حاجات جديده بتعرض لاول مره. الهيئه العربيه للتصنيع بتحرص على المشاركه في معرض ايدكس، والسنه دي في النسخه الثالثه الهيئه مشاركه باكثر من 45 منتج. وطبعا هو المعرض بتبقى فرصة جميلة جدا ان كل الشركات العالمية والشركات المصنعة للتسليح تتقابل، تعرف على التكنولوجيا، فرصة للتعاون المشترك مع الشركات الكبرى. كلمني عن المشاركات، انا ما شاء الله شايف وفود كتيرة جدا بتيجي، بتشوف المعروضات، كلامهم بيبقى معاكوا ازاي؟ بيركزوا على ايه تحديدا؟ على هامش المعرض بيبقى فيه لقاءات جانبية، بيبقى اكتر من سايد ميتنج مع كل شركة طبقا لتخصصها. الهيئة العربية للتصنيع بتضم 14 شركة ومصنع. كل شركة بتبقى في اجتماعات مع الشركة المتفقة معاها في نفس المجال، وبنبدأ نتعرف على الإمكانيات المشتركة، وبيبقى في فرصة للتعاون والتكامل، بحيث ان احنا من ضمن استراتيجية الهيئة ان احنا نوطن التكنولوجيا ونزود نسبة التصنيع المحلي، وده اللي احنا بنعمله في اللقاءات مع الشركات العالمية الكبرى. طيب، كلمنا دلوقتي عن وضعنا كتكنولوجي داخل الهيئة العربية للتصنيع. احنا دايما الدول المتقدمة او الدول اللي عايزة تدخل في مجال التسليح عامة لازم يبقى عندها نيو هاو، احنا اخبرنا ايه في النقطة دي؟ يعني احنا عاملين تعاون مع شركات قطاع خاص مصرية، ولو كلمت على مصنع الالكترونيات تحديدا احنا مشاركين بثلاث منتجات، الثلاثة صناعة مصرية 100% بالتعاون مع سواء القوات المسلحة والجهات البحثية أو شركات مصرية 100%. بشكر يا فندم حضرتك، شكرا جزيلا وبالتوفيق، وهناخد جولة بقى في المعرض بعد إذن.